هنا أخ يقول شخص عليه عدة أيمان لا يدري كم هي، ماذا عليه؟ عليه أن يكفر بالتقريب، يعني يقدر تقديرا بالأكثر، يقدر تقديرا بالأكثر. هو عليه أيمان خالف فيها وحنث فيها، هو لا يدري هل هي 50 أم 100، يجعلها 100، يقول هي ما بين 50 إلى 100، ما بين 10 إلى 20، يبني على اليقين يجعلها 100. إذا كان هو يعني يشك هل هي 70 أم 80 أم 100، هل هي 10 أم 20، يبني على اليقين ويرتاح بذلك.